انطلقت قافلة طبية بالمنيا بقرية إسطال مركز صاملوط في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة العديد من التخصصات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين. النهارده معانا تخصصات بطنه وقلب واطفال واسنان وانف واذن وجلديه وجراحه ونساء وخدمات تنظيم اسره، بالاضافه لمعمل دم، معمل باره، جهاز اشعه اكس راي، ندوات تثقيف صحي، خدمه الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وفي برضه تحويل المستشفى لاستكمال العلاج او قرارات نفع الدوله او لو عمليات مجاني. الخدمة مجانية، التذاكر مجانية، التحاليل والإشاعات مجانية، والأدوية اللي بتتصرف معانا النهاردة صيدلية فيها جميع الأدوية الخاصة بالتخصصات دي برضو بتصرف مجانا للمريض.